معنا اتصال من الدكتور سمير جعجع. تفضل تفضل دكتور. تفضل حكيم. مساء الخير مشان. اهلا اهلا دكتور. مساء الف 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 مساء لخينا نادي الخوري طبعا. تحياتنا لك حكيم. بصراحة انا حابب اقول ان الوزير وليد جنبلاط هو رئيس كتلة وزني. هو زعيم الدرز الاول طبعا. وبقول انه الجنرال عون رئيس كتلة وزني وكمان الزعيم المسيحي الاول. مش هيك؟ شو عم تعترف له دكتور يعني؟ اكيد طبعا. منشان هيك بحب غني مع الفرسان الاربعه لحتى الزعماء فلوا من لبنان او لحتى الزعماء يفلوا من لبنان. وخصوصي هالاثنين الجنرال عون ووليد بن جنبلاط. حكيم انت زعيم توافقي 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 طبعا. بما اني توافقي بدعيك يا نادي الخوري تنضم لنا لحزب القوات اللبنانيه طبعا. تحية لك حكيم. لك وهلا علنا على هذا الفيوتشر. تحية لك. بدي اياك تفوت بالقوات. شو جاوب؟ اكيد رح تفوت بالقوات. رح تفوت بالقوات مع كاميون ورح تفوت بالقوات. رح تفوت بالحياة يعني. شكرا دكتور لاتصالك. تحية لك. تحية لك يا عمي.